أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تكون الجائزة على السباق من المتفرجين أم تكون من أحد المتسابقين؟ الجائزة في الأمور التي جاء الشرع بإباحتها فيها الثلاث: الرماية أو ركوب الخيل أو ركوب الإبل، تكون الجائزة للسابق وللفرس. أما المتفرجين اللي يجلسون ويقول يغلب الفرس الفلاني، وإذا يقول لا يغلب الفرس الفلاني، هذا حرام، لا يجوز، هذا رهان، هذا من باب الرهان المحرمة، ميسر، لا يجوز، لأنه ليس متسابقا، إنما هو جالس على كرسي أو يخرص خرص، يقول يسبق الجواد الفلاني، وإذا يقول لا يسبق الجواد الفلاني، فإذا سبق الذي عينه لا يستحق جائزة، إن أخذ جائزة فهي ميسر. نعم.